السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟ لأن الأقدار يمكن أن تتغير فيها. اللهم بلغنا وإياكم ليلة القدر. وقالت دار الإفتاء المصرية إن ليلة القدر سميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في ذلك العام، لقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، سورة الدخان الآية 4. وقيل سميت بليلة القدر لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى، وقيل لضيق الأرض عن الملائكة التي تتنزل فيها. الملائكة كتير، الأرض مسيعاهم، في مقدرة يعني شيء قدر يعني ضيق. وقيل لأن الطاعات فيها، لأن للطاعات فيها قدرا عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، هكذا وصف الله سبحانه وتعالى مكانة هذه الليلة في كتابه العزيز، دلالة على عظم أجرها واستجابة دعاء من يفوز بها. وتابعت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه يستحب طلبها في جميع ليالي رمضان، وفي العشر الأواخر أكيد، وفي ليالي الوتر منه أكيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وليلة القدر هي ليلة مميزة تتكرر في كل عام هجري من شهر رمضان المبارك، فهي أحد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، جاء ذكرها في القرآن الكريم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فهي ذات أهمية وخصوصية كبيرة عند المسلمين. فالقرآن نزل في هذه الليلة، ولهذه الليلة فضل عظيم جاء في القرآن الكريم في سورة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وفيها تتنزل الملائكة وتكون الليلة سلام حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وثبت بالسنة النبوية الحث على تحري هذه الليلة في العشر الأواخر، خصوصا في الليالي الفردية. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كما نبه صلى الله عليه وسلم على عظم خسارة من لم يغتنم فضل هذه الليلة، فقال: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ودعاؤها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وتدعو مما تشاء من الأدعية تطلب فيها خيري الدنيا والآخرة. اللهم بلغنا ليلة القدر. دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة